وإلى تطورات الشأن الصحي ومكافحة كورونا ومتحوراته، فقد أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن تدشين الوزارة تطبيق Q8 صحة على منصة الهواتف الذكية، وذلك لتقديم الخدمات الصحية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين. من جهة أخرى، أكد الوزير عدم تسجيل أي حالة حتى الآن للمتحور الجديد أوميكرون في الكويت، مشيرا إلى انتظار التقرير النهائي من المنظمات الدولية لمعرفة خطورته والإجراءات التي سيتم اتخاذها عند الحاجة. وقال الصباح لدى افتتاحه مركز الفنيطيس الصحي أن إجراءات وزارة الصحة بهذا الشأن ما زالت استثنائية. عيادات طب عام، عيادات طب عائلة، عيادات طب الأمراض المزمنة، الأمومة والأسنان إن شاء الله في القريب العاجل، أيضا على المختبر الطبي، وأيضا على الصيدلية والمعمل وغرف التمريض والإدارة. إن شاء الله هناك عدة مشاريع راح يتم افتتاحها إن شاء الله في القريب العاجل، وإن شاء الله مستوصف الفنيطيس راح يكون التالي نتوقع خلال شهر من الآن. طبعا هذا أكيد راح يوفر كثير من، يعني يقلل كثير من الجهد ويوفر كثير من الوقت على المراجعين بالعودة إلى المراكز الصحية أو المستشفيات للحصول على تقاريرهم الطبية، راح تكون إن شاء الله موجودة كتقارير أشعات وفحوصات دم على الأونلاين، وراح يتبعها إن شاء الله التقارير الطبية للخروج من المستشفيات.